بسم الله، شوف مع بعض ازاي دلوقتي نعمل شادو لصورة مثلا زي دي. اولا انا عايز اعمل سيلكت على الاشخاص الموجودين، الاربع سلاحف دول، ليوناردو ومايكل انجلو دوناتيلو رافائيلو. ممكن استخدم الاداة دي في التحديد، دي بتحدد الالوان القريبة من بعض. تمام، انا كده حددت الجزء الخارجي، عايز اعكس. هروح لسيلكت واقول له انفيرت، كده انا عكست ومحدد الجزء اللي جوه. هروح لفلتر، انا عندي حاجه اسمها لايت اند شادو، دي بتديني شويه تحكم في الاضاءه في الظلال. هقول له مثلا دروب شادو، تمام، اكبر، خلي ده مثلا 8 وده 8، واختار اللون بتاع الظلال زي ما انا عايز. اوكي، هيبدا يعمل لي الظلال زي ما احنا شايفين. ممكن برضو من فلتر ادخل تاني لايت اند شادو، اللايت افكت دي مؤثرات، ممكن أدي إضاءة في أي مكان. تمام، أهي الشكل دوت اللايت. ممكن أختار مصدر تاني للضوء وأبدأ أتحكم فيه بالشكل دوت مثلا. أنا تحديد تقريبا دوناتيلو صح؟ الماتيريال تبدأ تختار الحاجات اللي انت عايزها، يبدأ يعمل لك ايه اضاءة موجودة. وممكن برضه تحكم بالاضاءة عن طريق من colors، تختار color balance وتبدأ تشوف الاضاءة بتاعتك عايزة تبقى عاملة ازاي. هنا تحكم في الالوان السيان والماجنتا واليلو، تبدأ تتحرك، تبدأ الالوان تتحرك معاك في الصورة. تمام، ممكن تكون الصورة باهتة شوية او يقولون فيهم عايز تعالجه، فتبدأ من هنا تعالج المشاكل والألوان بتاعت الصورة. وهتلاقي عندك برضو الهيو كولرز، الهيو تختار مثلا انا عايز اعدل في الريد بس، عايز اعدل ايه الهيو بتاعتي اللي هي اللون، اللايتنس، الإضاءة تبقى عاملة ازاي. تمام، ممكن عايز تعدلها في السيان، ساعات بتبقى الصورة باهتة في لون معين محتاج ان انت تعدل في لون معين. اجي من color اقول له colors، كده بقى كل شغل لون واحد. هتلاقي في colors برضه levels عشان تفتح صورة أو تغمق الصورة زي ما أنت عايز. ممكن تقول الأوتو يروح مظبطها لك.